طيب انا عايز اسال سؤال، هو ينفع تروح لطالب في الاعداديه تدي له مساله لطالب في بكالوريوس هندسه وتقول له حلها؟ ينفع يحلها؟ لا طبعا ما ينفعش. بس الا لو نبغى، الا لو نبغى، وده نادر الحدوث. ولم نرى فيهم احد النبغى في احد المراكز الكرويه على الاقل التي يعمل فيها. يبقى اذا اما بنيجي نتكلم على ان الطالب ده مش هيعرف يحلها، يبقى انت بتطلب منه المستحيل وانا غلطان. تمام. يبقى اما نتكلم عن الناس دي احنا مبدئيا بنطلب منها المستحيل، ولكن شاءت الظروف ان هو انهم يتواجدوا مع بعض في مكان واحد. وهذا الامر هنتكلم هم ليه تواجدوا مع بعض وايه اللي جاب المجموعه دي مع بعضها، ولان ده مهم جدا عشان نعرف هو مين اللي وصلنا للنقطه السيئه اللي احنا فيها. بس قبل مش الجماعه العموميه هي اللي اختارت المجموعه دي؟ الجماعه العموميه الجماعه ممكن تجيبني وتجيبك، ممكن تجيب اي حد. دي جمعيه مرنه، جمعيه لطيفه. يعني ايه جمعيه مرنه؟ جمعيه يعني ده كويس ولا وحش يعني؟ لا دي مش كويس، حاجه سيئه. انا جمعيه عموميه، ها دول انا رايي دول يمسكوا لجنه اداره الدوري المصري، يبقوا حاجه كويسه جدا، لان كلهم عارفين مشاكل الانديه الصغيره. ده دول يبقوا ماسكين لجنه اداره الدوري المصري، حلو قوي. لا يصلحوا لدوري الممتاز ولا مشاكل الدوري الممتاز. تاني حاجه لا يصلحوا لاداره منتخبات وطنيه، ولا يعني انت راجل بتدير نادي بيختار مدرب، ها الصوره دي بيقروا الفتحه اهو، ده بيقروا الفتحه علينا ولا بيقروا الفتحه على الكره؟